أعلنت عدد من المحافظات والمدن في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية تعطيل الدراسة الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بتعليق الدوام في المدارس ليوم الأحد، ونفس الحال في مدارس المنطقة الشرقية والإحساء ومحافظة بيشة وكامل منطقة نجران. وأكدت الجهات الرسمية أن تعليق الدراسة جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، ويتوقع أن تستمر السحب الرعدية حتى مساء الأحد التي تترافق بهطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة.